بعيدة عن أهلها، تقضي الملازم الأول سلمى سعودي أول أيام العيد في عملها الذي يتطلب منها الإيثار على نفسها والتجند في جميع المناسبات. المهم تناول الحفاظ على سلامة الأشخاص وممتلكاتهم بكل تشكيلتنا بكل فرق. العمل تاعنا متكامل، نتعامل كأسرة واحدة بالرغم أني بعيدة عن العائلة تاعي وراني نزاول مهامي، إلا أنني راني مع عائلة تانية وأنا فخورة بأداء واجبي المهني في مجال الشرطة القضائية. خدموا في جو عائلي، كي أختنا راهي معانا كيما خلت والديها، رانا خوت كل رانا مع بعض، رانا نخدموا جلوبال مع بعض. هو حال الملازم الأول جميل بوبكر أيضا، محاولة استكمال برنامج تحسيس وتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية. في إطار البرنامج المسطر يومي العيد ومواصلة الحملات التحسيسية التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا لفائدة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، أين قمنا بخرجة ميدانية لأصحاب المحلات التجارية لتوعيتهم وتحسيسهم على احترام إجراءات الوقائية. فتحية تقدير وامتنان لكل النساء المثابرات، وكل عام وأنتن بخير.